اهلا وسهلا خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بالناس الجداد والناس قدام معايا في القناه، مرحبا بكم والف مرحبا. المهم اليوم ان شاء الله الوصفه هذه غنعطيها لكم تحت طلب ديالكم، ديال المتتبعات ديالي اللي كيكتبوا لي في لي كومونتير. واحد البنت قالت لي انا وجهي في الصيف كيولي احمر، يعني ديك الحموريه ديال الوجه عندي، قالت لي البشره حساسه ما عرفتش شنو دير ليها. واحد البنت اخرى كتبت لي حتى في لي كومونتير وقالت لي بغيت شي وصفه اللي كتحيد لها الهاله السوداء، يعني داك الكحول والزروق اللي تتكون عندنا تحت العين. قالت لي وجهي ما فيهش واحد النضاره. غنعطيكم البنات الوصفه ديال الخيار اللي سهله، ما كاينش مسهل منها، ولكن النتيجه ديالها زوينه 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 بزاف بزاف بزاف، يعني كترجع لك وجهك غزال. خاصك غير ديريها وتحيدي العجز وتشوفي معايا الطريقه كيفاش غادي ندير ليها. المهم شوفوا وجه البنات، اقسم بالله العلي العظيم ما كاين لا ماكياج لا بومادات لا حتى شي حاجه الا جلوس الفم. وهنا يا البنات كنقول لكم السلام عليكم. لحقاش مازال ما درتش الوصفه في المقطع الاول، راني درت الوصفه وغسلتها، ولكن هنا مازال ما درتش الوصفه، داكشي علاش كنقول لكم السلام عليكم خواتاتي. المهم انا دائما تنغسل وجهي بصويبينه وكنجي كنصور معكم، يعني ما كندير لا ماكياج لا بودر لا واقدير الشمس لا حتى شي حاجه، والله شاهد عليا. هنايا باش نوريكم راني ما دايره والو لوجهي، جبت هاد كلينكس هذا وكنمسح به البشره ديالي. الا كنت دايره شي حاجه راه غتبان لكم في كلينكس، يعني الا كنت دايره مثلا ماكياج او لافوندوتي ولا واقي ديال الشمس ولا شي حاجه راه غتبان لكم في كلينكس، ما دايره حتى شي حاجه، البشره نقيه غير بالوصفات الطبيعيه. هانتوما البنات شوفوا راه ما كاين حتى شي حاجه، كلينكس بقى نقي. لحقاش غسلت وجهي بصويبينه وجيت راه غسلت ونيت بالصابون اللي صايبت معكم ديال الخيار شحال هذا، وصافي ومسحت وجيت كنصور معكم. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي عندنا حساسيه، عندنا الهالات السوداء الحموريه في البشره ديالنا، ما عندناش واحد النضاره، شوفوا البنات الخيار زوين بزاف للبشره. تبعوا معايا غير الطريقه اللي غادي ندير انا دابا وحيدوا العجز، وتشوفي اختي البشره ديالك كيفاش غادي تولي، خصوصا دابا في الصيف في الحال سخون الخيار راه مفيد بزاف للبشره، كيعطي واحد النضاره غزاله وكيحيد الحموريه وكيرجع لك البشره ديالك كتشعل. المهم البنات الخيار ما خصوش يخطاكم من الدار، خصوصا في هاد اليامات ديال الصيف، زوين بزاف الا خرجتي للشمس ولات البشره ديالك حمراء، راه ديك الحموريه كترجع على البشره بالكحوليه. ديري ليا الخيار ما كاينش مسهل منه، انت غتشوفي معايا الطريقه. والخيار كيصلح لجميع انواع البشره، البشره الدهنيه البشره الجافه البشره المختلطه والبشره الحساسه، كيرجع لك البشره ديالك غزال. هنا يا خواتاتي غادي نحتاج نص خياره، اذا كان الخيار كبير كديري غير نص خياره راه كافيه، كان الخيار صغير كديري خياره كامله. المهم كتاخدي الخيار بحال ما هكا كتغسليه وما كتنقيش، يعني ديك القشره ديال الخيار راه فيها الفوائد كثيره 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 بزاف على البشره، كتحيد لينا الحموريه وكتحيد يعني كتعطينا واحد النضاره، كتحيد لينا الهالات السوداء. المهم كما قلت لكم كناخذ بحال ما كان نص خياره كنحكها في الحكاكه الرقيقه بحال هكا، الحكاكه الرقيقه ماشي هاد الحكاكه الغليظه، باش ديك الخيار ملي تنحكوه كيتبت لينا على البشره. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه، صافي هانتي اختي كتحكي القياس اللي غادي يكفيك في الوجه ديالك. انا راه ما حكيتش هاد النص كامل، ولكن كان عليا نحكو كامل هاد النص باش يلاه كنحط على الوجه ديالي كيكفيني، ما كتبقى حتى شي بلاصه ما فيهاش الخيار. ملي تمشي اختي للسوق خودي ليا واحد الكيلو ديال الخيار ولا جوج كيلو على حسب نتي واللي بغيتي، وكتجيبي تحطيه في الثلاجه وكتبقاي دير منه لوجهك البشره ديالك، راه زوين بزاف الخيار البشره. كتبقاي ديريه في العصائر تشربيه، ديريه في الشلايط تعطيه لوليداتك، الخيار راه مفيد بزاف وزوين. صافي هانتوما البنات كيما شفتوا حكيت هاد الخيار، انا راه مازال كان عليا نحك كيما قلت لكم هاد النص كامل باش يلاه يكفيني. صافي كتحكي بحال ما هكا بالقشور ديالو في الحكاكه الرقيقه. دابا غندوزو للطريق.
وكديري ليها الطريقه هذه وكتبقى ناعسه، يعني مغمضه عيونها تكون ناعسه واخده راحتك واحد مثلا ربع ساعه 15 دقيقه ولا 20 دقيقه ولا حتى 30 دقيقه، يعني الخيار راه الا ما نفعك ما غادي يضرك. كتبقاي ناعسه متكيه ليها واخده راحتك صافي، وكتحيديه وكتشلي وجهك بميه عاديه، ما كديري لا صابون لا حتى شي حاجه. ولا درتي ليها الطريقه غير جوج مرات في السيمانه وتشوفي البشره ديالك كيفاش غادي تولي، غترجع كتشعل، لا عندك الهالات السوداء ولا الحموريه ولا اي. انتم البنات انا يلاه قاد ديجو على وجهي، لحقاش ملي شفت في مع مالفه كنديرو كندير المرايه وكنقاد بحال هكا حتى كنقادو على خاطري. انتم البنات انا خليت الخيار فوق البشره ديالي غير 15 دقيقه، يعني ربع ساعه، ما خليتوش بزاف، يمكن لك تخلي طول ساعه 20 دقيقه 30 دقيقه اللي بغيتي صافي. وكتحيد بهذه الطريقه هذه وكتغسلي وجهك بميه عاديه. عرفتوا البنات الخيار راه زوين بزاف للبشره، كيعطيها نضاره كما قلت لكم، كيحيد لنا الهالات السوداء، كيصفي البشره، كيرجعها غزاله غزاله، خصوصا البنات اللي عندهم البشره ديالهم كتحمر مع الشمس وعندهم الحساسيه في البشره ديالك. اختي دير ليا هذه الطريقه بالخيار وغدعي معايا ان شاء الله، وغترجعي وغتكتبي ليا في لي كومونتير. صافي هنايا من بعد ما غسلت وجهي ومسحته درت واحد العكير كما شفتوا باش تشوفوا معايا النتيجه النهائيه. عرفتوا البنات الخيار راه كيرجع البشره غزاله غزاله، كتشعل خصوصا اللي درتوه بحال هكا بهذه الطريقه اللي شفتوا معايا انا، راه زوين بزاف. بالنسبه للبنات انا كنبوسهم كثرت ما كيعجبني الخيار في الوصفات على البشره. بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي شحال من خطره غادي نديروه في السيمانه، يعني شحال من مره في الاسبوع، ديريه ليا اختي يوميا. الا كانت عندك البشره ديالك في الصيف كتحمر وكتولي حمراء ديري ليا يوميا، ولا نهار اي ونهار لا، شي غير ثلاثه مرات في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه راه كافي هذا الخيار باش كيعطيك نضاره للبشره وكيحيد لك الحموريه وكيصفي لك البشره وكيحيد لك الهالات السوداء وكيرجع لك البشره ديالك غزاله وكتشعل. المهم خواتاتي ما تنساونيش من لايكات ومن البارطاج للقناه ومن التعليق ديالكم الزوينه اللي كتهمني بزاف. خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم.